صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من كوفي بريك. ومثل العاده كل بدايه اسبوع بنلتقى سوا بحلقه جديده غنيه مليانه معلومات من ثقافه لتربيه علم نفس وادفايسز من عده اشخاص متخصصين. انا بدوري بتمنى لكم هيك اسبوع حلو مليان نشاط وحيويه، وبحب بهالحلقه اكون عم احكي عن الامتنان. الامتنان لغة ما كتير تعلمنا نحكيها. الامتنان شعور بيعبي القلب راحة، سلام ورضا، رضا عن كل شيء منملكه أو عم بيصير معنا بحياتنا بغض النظر قديش كتير أو قليل. بالامتنان نتعلم نشوف النص المليان من الكباية، ورغم كل توقعاتنا وخيباتنا منصير نتعامل بإيجابية مع كل لحظة ونقدر بأنها هبة من عند الله. قديش بدنا نشكر ربنا على صحتنا، على أهلنا وعيالنا، وعلى كل باب سكروا بوجنا لخيرنا، وعلى كل باب فتحوا قدامنا ليفيض خيره علينا. العجيبة منا بأعمال خارقة، إنما هي لفتة من عند ربنا بتغير كل المقاييس بوقت بيعجز عقل البشر عن استيعاب شو عم بيصير وكيف عم بيصير. تخيلوا كم مرة ومرة خلصنا من حادث سيارة، من وقعة، من مصيبة، أو من رفقة شريرة، ونحن مش عارفين كيف سحبنا هالبي الحنون مثل الشعرة من العجين. بالامتنان منصير نعرف نشكر يلي حولنا ونرضى بالقليل بمجتمع بيروج لحياة الشهرة وعيشة المشاهير. اليوم فرصة حتى نشكر الله على كل خيراته ونعمه، نشكره على أهلنا، ولادنا وعيالنا وأصحابنا وعلى وجودهم بحياتنا. وأنا بدوري بدي أشكر الله عليكم وعلى هالمحطة ووعد رح نتعلم نبتسم أكتر، لأنه البسمة هي سر الامتنان ومفتاح قلب وبلسم كل إنسان. ومن المقدمة الصباحية يلي بتحكي عن الامتنان رح ننتقل للفقرة الثانية يلي هي كتاب. بهالفقرة بدي خبركن عن كتاب اسمه تبشير الأعماق. مع هالكتاب رح نكون عم نغوص برحلة نحو الشفاء الداخلي على الصعيدين الروحي والنفسي. بهالكتاب دعوة للتصالح مع أوجاعنا وما نخلي أمراض النفس والجسد تقتل الروح. عادة الموجوع والمجروح بيكون عم بيعيش حالة كآبة، كبت، ذل، كره، غضب. ومن هون فكرة هالكتاب ومن خلال كلمة الله يلي هي الدواء لكل أوجاعنا. هالكتاب كتبته سيمون باكو والترجم للغة العربية. بتخبر سيمون بهالكتاب كيف نعمة الروح القدس بتهب لنجدة الإنسان، شرط هو يعرف يوعى وينتبه لخفايا قلبه ونفسه. والخبرية بتبلش بمبادرة فردية داخلية، وهالتحول بيعطينا القوة أكيد بمساعدة ومؤازرة الروح القدس حتى الإنسان يواجه، يتصالح ويتحرر. كل هيدي المسيرة بتصير عبر الموت، أي موت إنساننا القديم، لحتى نكون عم نعيش مع إنساننا ونلتقى بإنساننا الجديد. جمال ورقة هالكتاب بتسحر، وقد ما أحكي ما بشبع. أنا قريته ورح أرجع أقري مرة تانية، لأنه في أوقات كتيرة بس نرجع نقرأ الأشياء بذهنية مختلفة منكون نحن عم نعبي ونخزن قصص بغير طريقة ومن غير منظور. أنا بدعيكم لحتى تقروا هيدا الكتاب ونتواصل سوا ونتشارك مع بعض خبرات كتير حلوة مع ربنا. ومن فقرة كتاب مننتقل لعلم نفس.
بفقرة علم نفس لليوم رح نحكي عن بعض الأمور المضرة بحياتنا أو بصحتنا النفسية. هودي عادات منكتسبن إن كان من خلال التربية أو من خلال نمط الحياة يلي عم نعيشه، من دون ما ننتبه شوي ورا شوي بتنمى عنا هالعادات. أول عادة بدي أحكي عنها هي المثالية والسعي الدائم نحو الكمال. بصير الإنسان واقف محله ومش راضي ولا مرة عن الشيء يلي عم بيقدمه، بيعمل فريز وبصير ناطر اللحظة المناسبة أو الوقت المناسب لحتى يقدم العمل أو يتقدم على عمل معين، وكل شيء بيعمله بيكون مش راضي عنه وبده يحسنه. المثالية حلوة لأنه بتخليني أعطي أفضل وأفضل مرة ورا مرة، ولكن كترتها هي سيئة بحد ذاتها لحياة الإنسان ولصحته النفسية ولتقدمه ونجاحه. تاني نقطة هي التركيز الدائم على السلبيات، يعني أنا مصر أني أشوف النص الفاضي من الكباية رغم كل الأشياء الحلوة يلي بتصير بنهاري، بس أنا من هالأربعة وعشرين ساعة قررت أخد شغلة أو اتنين ما زبطوا معي بيومي أحملهم ويجروا معي كل النهار نق وسلبية وعدم راحة. كمان هيدا الشيء بيضر بحياتنا، انه واحد يكون سلبي ومتشائم كل الوقت وعم يرجع يذكر ويتذكر القصص البشعة يلي صارت معه. ثالث نقطة يلي هي النوم الغير كافي. انا بفكر انه اذا عملت سكعة صغيرة بنهاراتي هيدا بتقضيني لحتى عبي انرجي، والعالم كلها بحاجه تنام، بس لا انا بدي اخذ هالقد دوز صغير وبيقدوني لنهاري، بس هذا الشيء منه سليم. نحن بنعرف انه الانسان بحاجه يكون عم بينام مزبوط ويفوت بمراحل النوم بكل مرحله بمرحلتها مثل ما لازم لحتى يعبي نشاط وحيويه ويبلش نهار جديد. رابع نقطة هي المقارنة الدائمة مع الآخرين، يعني أنا ما برضى بشي عندي أو بعمله لأني ما بشبه غيري. ما نحن اتفقنا أنه كل إنسان سبيسيال وما بيشبه حدا، وإذا بدي ضلني اطلع على نجاحي بعيون أو من خلال عيون غيري ولا مرة رح أقدر شوف حالي إنسان ناجح وأرضى بشو أنا عندي وكون ممنون للأشياء يلي موجودة عندي إياها، ولأنه بكل بساطة رح كون عم بعمل سبق بالمطرح الغلط يلي ما بيوصل على طريق النجاح. مشان هيك أنا أنبسط بفرادتي، أنبسط بالأشياء الحلوة يلي أنا عندي إياها، وما قارن شو غيري عنده أو شو غيري عمل، وشوفوا قديش الإنسان رح بيكون راسه مرتاح وهو مرتاح. كما وأنه بعد اتباع نمط كسول، يعني في أشخاص كل نهار ليزي قاعدين على التخت نايمين، سوشيال ميديا، جيمز، تشيبس إلى آخره، ما بيعملوا شوية مجهود لحتى يكونوا عم يظهروا من الكونفورت زون، وهيدا الشعور الدائم بالكسل، كسل بجر وراء كسل، ولوطعة بتجر وراها لوطعة، ورح نوصل بآخرة النهار قطع النهار وقطعوا الأيام وأنا بعدني قاعد محلي مش عم بعمل شيء. كما وأنه آخر نقطة هي الشعور الدائم بالندم، لأنه شو ما عملت يا الله ما عملت منيح، هيدا شعور مزعج وبيخلي الإنسان يعيش حالة هيك توتر وقلق. مش غلط إذا الواحد غلط، ومش غلط إنه يعرف حاله إنه غلط، يصلح يتعلم ويكمل لقدام. هودي كانوا الأمور يلي بتضر بحياتنا وصحتنا النفسية، ومن فقرة علم نفس مننتقل لأدفايس. بفقرة أدفايس لليوم عنا كتير نصائح لحتى نكون عم هيك نناقشهم سوا. منبلش أول شيء مع مدرسة الأب روبرتس للأحداث الصم، وفكرة إيجابية لحتى نبلش أسبوعنا سوا. منشوف الفيديو. سبع ضروريات للتفكير الإيجابي. أول شيء، طرد الأفكار السلبية من رأسك. اثنين، حسن مظهرك الخارجي ليعكس الإيجابية. ثلاثة، تجنب المتشائمين وصادق الإيجابيين. أربعة، عندما تخطئ لا تستسلم وكرر المحاولة. خمسة،
ما تأجل عملك وتجنب الكسل. 6، تحلى بالثقة بالنفس وبقدراتك. 7، تعود على الإيجابية لتكون جزء من شخصيتك. شكرا على هالفيديو الحلو، ونحن ناطرينكم كل أسبوع بهيك فكرة جميلة لحتى نكون عم نبلش فيها أسبوعنا بكل إيجابية. ومن أول أدفايس أنا بنتقل لتاني أدفايس لليوم يلي هي مع منذر ياغي ومنذر مكمل. Unstoppable. إن شاء الله بنعمة ربنا تضل تقدر على هالتحدي وعلى هالرسالة. كل دعمنا إلك منذر، وفيديو جديد منشوفه سوا ومنعلق. عضتني حي انا وعم بلف خطب. اول واهم خطوه تاكدوا انه مصدر الخطر صار بعيد. وين الحي؟ بعيده، فاتت على المغاره. جربوا صوروا الحي لتعرفوا نوعه. خلوا المصاب رايق، التوتر بيسرع دقات القلب وبينتشر السم بشكل اسرع. ركزي على نفسك، ما بيسوى تتوتري. عم جرب. اوعى تجربوا تشيلوا السم بتمكن، هالشي ما بينفع وبيأذيكم. ما تجربوا تربطوا شي فوق الجرح، هالشي ممكن يقطع الدم عن الجزء المصاب. إذا معكم ماء وصابون باشروا بتنظيف الجرح، لفوا شاش أو ضمادة أو قطعة قماش نظيفة حول مكان اللدغة. ثبتوا الجزء المصاب من الجسم وخففوا حركته، وما تخلوا الجزء يعلى فوق القلب. بالأخير طلبوا أي جهاز إسعافي أو نقلوا المصاب على المستشفى بأسرع وقت لتلقي العلاج اللازم. تبقوا على حالكم وعلى سلامتكم، وأنا بشوفكم بغير فيديو. باي باي. شكرا يا منذر على كل نصائحك وعلى كل إيجابيتك. أنا كتير بحب هالتبس. الله يقويك وتضلك تقدر تكمل بهيدي الرسالة. كل الدعم لك، بكرر وبكرر، نحن متابعينك دايما وعطول. أما تالت تبس هي بيوتي تبس with ماريانا مدور. ماريانا عرفتكن عليها الأسبوع الماضي، وهي اسم بغنى عن التعريف، لأنه ماريانا عدا عن الميك أب الاحترافي، ماريانا she's an international trainer، وآخر فترة كانت عم تشتغل كتير على الأوتو ميك أب لكتير أشخاص بحبوا يكونوا عم يهتموا بميك أبهم الذاتي، يكونوا هن عم يعرفوا شو الألوان يلي بتلبق لهم وشو الأساس يلي لازم يستعملوها لنوع بشرتهم وحسب شكل الوجه إلى آخره. نبقى مع نصيحة جديدة مع ماريانا. بالمرحلة الأولى منكسر الرموش بالمكبس. بالمرحلة الثانية منوضع المسكرة من أول العين لنص العين باتجاه الخط الأحمر بشكل عمودي، ومن نص العين لآخر العين منوضع المسكرة بطريقة متعرجة بمعنى زيكزاك بنفس اتجاه السهم الأبيض. وبالمرحلة الأخيرة منضغط بإصبعنا على الرمش لمدة 3 ثواني، وهيدا الشيء بيثبت المسكرة وبيعطي شكل حلو للعين. بصراحة جربتها، وأنا بحياتي ما كنت مستعمل المكبس، وجربت استعمل وأتبع النصيحة وكتير حبيت. وما بعرف أكيد إذا مبين على الشاشة، بس أنا استعملت نصيحتك ماريانا وكانت كتير مفيدة لألي، وخصوصا إذا ما كان في شخص محترف يكون عم يهتم بالميك أب الخاص بظهراتنا اليومية البسيطة. هذا الشيء بيعطي هيك بتختلف كل اللوك. لكن نحن ناطرينك بنصائح جديد، وأسبوع الجاي بإذن الله. ومن فقرة بيوتي ويذ ماريانا بنتقل لأتيكات ويذ كارمن. مرسي على هيدي النصيحة. للصراحة كنا قاعدين مع الأولاد و
بمكان وكل حدا صار يتخانق كيف بياكل الباستاشي، يقول انا ببرمها على الملعقه، شي لا بنبرم بس الشوكه، او الاولاد الصغار صغار بحبوا يكونوا عم يشرقوا المعكرونه. مشان هيك اجى ببالي انه كون شو الطريقة الأمثل لحتى ناكل المعكرونة. وشكرا كارمن، لأنه مثل كل مرة الحل عندك كارمن، أكيد هي خبيرة أتيكات ومظهر. وشكرا كتير على كرمك معنا وكل هالفيديوز يلي عم نستعملهم من عندك. ومن فقرة أتيكات وذ كارمن ننتقل لنصيحة زراعية، وبزراعة بسيطة حول البيت أو عشباك المطبخ منشوف سوا النصائح. ومن هيك تبس الزراعة مننتقل لروسات منشوف سوا الفيديو. بروساتتنا لليوم منضيف 3 أكواب مي على المقلة مع الزيت وملح، مندوبهم ومنتركهم على نار، منضيف لهم الدقيق الطحين ومنصير نحركهم قد ما فينا حتى يمتزجوا سوا. ومنترك العجينة لحتى تبرد بس منضيف لها ملعقة زيت، ومنتركها 5 دقايق لحتى ترتاح. منرجع منقسمها لكرات كتير صغيرة، منحطهم على جنب، ومن بعدها مننقي الحشوة اللي نحنا على بالنا، فيها تكون جبنة فيها تكون لحمة أو أي شيء تاني، منعملهم بهذا الشكل اللي عم بشوفه على الشاشة. ومنرجع منحطهم بالزيت المقلي ونقليهم على حرارة متوسطة. إذا منشوف سوا العجينة وكيف قرشتها وكيف الطريقة يلي فتحتها فيها للعجينة بتشهي. شكرا على هيدي الروسات، سلم ايديك. وفعلا الطبخ هو نفس، هو موهبة. بقى تحية لكل ستات البيوت يلي موجودين هلأ وعم بيحضروا الطبخة، وان شاء الله يا رب هيك بتكبوا فيها قد ما فيكن ايجابية لأولادكن مع فرح وحب. ومن هيدي الروسات مننتقل لآخر فقرة يلي هي نشاط الحروف السحرية، منشوف الفيديو. بهذا النشاط رح نكون عم نحضر الكركم مع معقم الايدي، بنمزجهم كتير منيح. وللمزيج الترانسبيران بنكون عم نحط شوية بيكنج سودا مع شوية مي، ومنخلطهم كمان كتير منيح. بيكتب الولد الحرف، وبنرجع منقطع البيكنج سودا والترانسبارانت، يعني المادة الترانسبارانت على الورقة. وهيك كمان نحن وعم نعلم أولادنا بيكون التعليم بطريقة سهلة مريحة ومفيدة. وقد ما فينا بنصير نعيدهم الحرف لحتى يصير بيشبه الطريقة السليمة اللي لازم يكون عم يكتبها فيها، بس بطريقة اللعب، ومنكون من دون ما نكون عم نشكل ضغط عليهم. وأنا عطول بشدد أنه اللغة العربية ما كتير عم بيحبوها الأولاد، منشان هيك صرنا 3-4 حلقات عم نخترع ألعاب موجودين، ومشكورين أصحابهم يلي عم بيحطوا على صفحاتهم، ونحن بدورنا عم ناخد الإذن ونعرضهم لحتى نكون عم نوصل المعلومة لأكبر عدد ممكن. ولهون بتكون وصلت حلقتنا لختامها من كافي بريك. منشوفكن بخير الأسبوع الجاي. ما تنسوا تتابعونا على موقع صفحة مريم تيفي وصفحاتنا على فيسبوك ويوتيوب. منشوفكن بخير.